بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي رحمة سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قبل أن نتابع في الكلام الذي بدأناه منذ أيام عن حقوق المسلمين تجاه بعضهم البعض، ينبغي أن ننبه على أمر درج منذ مدد ولا يزال إلى الآن. بعض الإخوة من طلاب العلم وأئمة المساجد والخطباء يروون في خطبهم ودروسهم أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نسمع كلمة حديث موضوع يساوي مكذوب، في فرق بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. الموضوع يعني كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحل روايته ولا نقله ولا أي شيء على الإطلاق، كذب، افتراء، محبوب افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الموضوع يا أيها الإخوة يحتاج إلى درس، وتأتي به إن أحيانا الله وأطفالنا وإشاء، لكن أحببت أن ننبه إلى ذلك، لأنه للأسف ليس عوام الناس من يفعل ذلك، وإنما بعض طلبة العلم. فمن سمع حديثا أو كلاما ينقله إنسان، للأسف أنا أسف أن أقول، ينبغي أن يتوسط حتى لو سمعه من شيء. أنا أقول هذا الكلام براءة لذمتي أمام الله، أنا مسؤول عن كلامي يا أحبة، لأنه ينقل إلي كلام لا أصل له، ويقولون سمعه من فلان وفلان 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 على المنابر. أداهم الله، لن أقول شيئا آخر، لكن هذه مصيبة. لذلك إذا سمعت حديثا ولم تتوثق منه فتأكد منه وابحث عنه، إما أن تستطيع أن تبحث وتتأكد، أو أن تسأل عالما له اشتغال بالحديث الشريف حتى يثبت لك أن هذا حديث أو ليس بحديث. قلت هذه مسألة استقرارية، وتأتي على بيانها إن أحيانا الله، لكن في أيام قادمة. متابعة لحديثنا بحقيقة حقوق المسلمين على بعضهم البعض، بهذه الحقوق الجليلة والآداب العظيمة، هي في نفسها آداب، ولكنها والله لباب الدين وخلاقة الإسلام، وتعبر عن شخصية الإنسان المسلم وجماله وكماله وحسن تصرفه. لذلك صحيح اسمها آداب، لكنها خير أو من أفضل ما في الدين بعد الإيمان بالله تعالى وتوحيده وإقامة أركان دينه. من هذه الآداب آداب الاستئذان، التي ذكر الله تعالى لنا شيئا منها في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أما السلام فقد ذكرنا شأنه، وأما الاستئناس فهو الاستئذان حتى تستأنسوا، يعني تستأذنوا. الاستئذان يا أيها الإخوة وقرع البيوت والوقوف أمامها له آداب علمنا إياها ديننا الحنيف. من هذه الآداب أننا ينبغي أولا أن نقرع الباب على أصحابه قرعا خفيفا لطيفا. أخرج الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، وهو غير صحيح البخاري، صحيح البخاري كتاب للبخاري، أحاديثه كلها صحيحة، والأدب المفرد كتاب للبخاري لكن فيه أحاديث منوعة، منها صحيح وحسن وضعيف. أخرج البخاري في الأدب المفرد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أرادوا الاستئذان عليه قرعوا عليه بالأظافر، يعني من شدة أدبهم ميدوا بخوف أن يزعج النبي صلى الله عليه وسلم، فبالأظافر فقط. سبحان الله. جاء رجل إلى الإمام أحمد فقرع عليه الباب قرعا عنيفا، فخرج إليه قال: يا فلان ما شأنك؟ هذا دق الشرط والزبانية. الدق هذا ما هو دق إنسان مسلم عاقل، هذا دق المجرمين الذين يريدون القتل والاعتداء، هذا دق الشرط والزبانية والظلم يعني. فيا أيها الأحبة، هذا الدق على أبواب الناس ينبغي أن يكون لطيفا. كثير من الإخوة يضع يده على الجرس فيرفعها حتى يفتح.
هذا لا أدب الإسلام ولا ذوقه ولا لطفه ولا عقل عاقل. وضع سيد الجنة سيطع حتى يفتح عن الله. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقرع الإنسان الباب ثلاث مرات ويجعل بين القرعة والقرعة والدقة والدقة فاصلا زمنيا. هذا الفاصل يقدمه الإنسان نفسه لكن يجعل فاصل، لعل هذا الإنسان يصلي، لعله يتوضأ، لعله يقضي حاجة، لعله في داخل بيته لم يسمع، فاجعل فاصلا. بعد الثلاث الإنسان لا ينبغي أن يزيد. إن كان في حاجة ضرورية لا بأس، لكن إن لم يكن فلينظر. ثم إذا قرعت الباب يا أخي المسلم لا تقف حذاءه مباشرة، حذاءه يعني مقابلا. كثير أيضا من الإخوة يقرع الباب ويقف بوجهه هكذا أمام الباب. مرة أخ كريم قال لي أنا واقف من شان يعرفوني، كان زفل عبد الناظور يعرفوني، يا أخي لا يعرفوني، يفتحوا به الباب يقولوا مين أنت معلش. اما ان يفتح الباب والمراه ما هي منتبهه تكون متكشفه وتراها انت يا الله يعطيك العافيه او جيدا. هذا الكلام ما هو صحيح، هذا ليس ادبا للاسلام. هذا كل انسان يعني حينما يريد الانسان ان يتحكم هو برايه وبما يظنه اصح فليخترع دينا من عندي، اما حينما يريد ان يسير على ادب الاسلام وسننه فليتقيد بما ورد. والذي ورد كما أخرجه أبو داود في سننه أنه قرع على النبي صلى الله عليه وسلم بابه، ففتح الباب فوجد رجلا مقابل الباب فقال له يا أخي هكذا عنك، عمل لي يا روح يمين يا روح يسار، هذا في الوقت وكذا في الوجه. ينبغي أن يميز الإنسان أيضا وجهه يمينا أو يسارا، يقف على اليمين أو على اليسار وكذا بوجهه، يميل قليلا يسارا او يمينا ولا يستقبله تلقاء مباشره، فانما الاستئذان من اجل النظر. شان شان عبده كما يقع عيني ما تقع عيني على عوره من عورات اهل البيت، حتى ان رجلا وقف يوما قرب حجره من حجر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينظر. قد يكون الانسان هذا مؤمنا غير منتبه وقد يكون منافق والعياذ بالله، الله أعلم، الحديث مطلق. فشعر به النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليه، فكان الرجل قد انصرف وكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم مدرة. المدرة مثل المشط أو الشيء الذي يحك به ليحك فيه. فقال لو أعلم أني أراه ينظر، يعني لو حسيت عليه من قبل لطعنت بها في عينه. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر كما يقع البصر على عورة من عورات أهل البيت. لذلك أيضا يا أيها الأحبة إذا هذا أدب آخر أن لا يستقبل الإنسان الباب مباشرة. الآن إذا قرع الباب كما قلنا وجعل فاصلا زمنيا بين القرعة والقرعة ولم يستقبل الباب وإنما أخذ يمينا أو يسارا، إذا فتح له الباب وخرج له صاحب البيت أو رجل أو امرأة أو أي إنسان من أهل البيت فقالوا له إن الإنسان مشغول أو عنده حاجة ضرورية أو كذا، أدب قرآني علمنا الله إياه في القرآن في الآيات التي تلت الآية منذ قليل. الله تعالى يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم الله بما تعملون. هذا الأدب يا أيها الإخوة أدب في نص القرآن العظيم، وكثير من الناس لا يعمل به بل يعمل بنقيضه. هذا الكلام صريح القرآن، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. كثير من الناس يستعمل إما نقيض هذا الأمر أو يضطر إلى مسألة أخرى وهي الكذب. ما بده يقابلها الإنسان ولا لما تقول له موضوع؟ قل له لابنه موضوع. يضطر للكذب، لماذا؟ لأنه يعلم أنه إذا خرج وقال له أنا مشغول أعتذر عنك لن يقبل. كما قلنا يعمل بنقيض القرآن، القرآن يقول لك إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، الله عم يقول لك مو أنا مو صاحب البيت. عم يقول لك ارجع لا تزعل يعني لا تتغير، لأنه هالحادثة مثل ما بتصير معك بتصير مع غيرك وأنت بدك تكون صاحبه، بتصير يقع عليك بس في وقت ما تكون أنت مستعد لاستقباله. فماذا تقول؟ هذا أدب عام شامل لكل إنسان مسلم يؤمن
الله تعالى يا أخي الكريم. كثير من الناس مباشرة لسانه قوي، القليل الذوق، ما يستقبل الناس بيوته، بخيل. يا أخي ما تستحي من الله، الله عقول لا ترجع وانت عم تتهمه، لا ترجع تتهم الله من حيث لا تشعر. استحي من الله يا إنسان يا مسلم يا عاقل، الله يقول ترجع خلاص. الرجل يعتذر يا أخي والله مشغول. لو أننا أخذنا بهذا الأدب لارتحنا من الكذب وعلمنا أولادنا الصدق. هذا ماذا يعلم ولد؟ أقول له مره أقول له ابنه كذاب يعني، إذا ما أقول له لا يا أخي، لا لا تعلم هذا الإسلام وطبقه. أنا أعتذر يا أخي والله مشغول، عندي موعد ضروري، عندي ضيوف، أو أنا بحاجة إلى شيء ضروري في البيت. خلاص بارك الله فيك مباشرة، انطلقت وانتحرت. إذا أذن لي فدخلت الباب، ينبغي أن لا يكون بصري بعد أن أدخل أيضا يمينا ويسارا. في بعض الناس يدخلون إلى البيت كأنهم الشرطة أو المخابرات، جاي يفتش. تحت حاضر يطلع بول الديوان تحب هكذا يفعل أحد في بيتك؟ ماذا تفعل هذا؟ لماذا؟ هو ما قصد شيء قد يكون، لكن هذا تحتاج. وأنا دائما أقول ينبغي أن نعود أنفسنا ما أمرنا به ديننا، ولو كنا معتادين من غير عاداتنا إلى ما هو الأصلح لنا والأنفع لنا وما يرضي ربنا عنه. فيا أخي الكريم هذا ما يصح. يلتفت إبكام هذا الباب، هي بزايش الحقائق، هي صوف منين جبتها، وهي مدري في أخي مفتش محقق إيش أنت؟ يعني ممكن مرة قد يكون من باب الملاطفة كذا التآخي بيني وأسأله سؤال عربي كذا ثم أقول له أنا عم بسأله هينين وهينين وهينين جبت الفتحة أو منين جبت الألف كذا. يا أخي هذا ليس تحقيقا، إنما تدخل راعي آداب الدخول آداب الجلوس. كثير من الإخوة أيضا يدخل إلى داخل البيت بحذائه، يفتح له فيدخل. والله أنا هيك متعود ببيتي، متعود ببيتك مو ببيت المضيش. في بيتك تسأله أين أقلع حذائي يا أخي؟ أين يريحه؟ أقلع حذائي هنا، أقلعه وأخذه بيدي وأضعه في مكاني على طرف، لا أزعج به أحدا ولا أدخل به. كثير من الناس حذاءه ممتلئ أو ساق يدخل الداخل، أو في نجاة أحيانا هو ما منتبه لها ويدخل إلى الداخل. يا أخي هذا مكان طاهر يصلون عليه. بعض الإخوة يقول إيه هو صاحب البيت مرة قال لي أيضا شخص، سبحان الله أسمع كلام جميل، قال لي هو ما بيعرف حلال وحرام ولا طهارة ونجاسة. صح، وأنت ما بتعرف كمان؟ هو ما بيعرف بس أنت. هذا كلام غير صحيح يا مسلم يا عاقل. هو لا يعرف أنا أعرف، هو لا يسأل أنا أسأل. أنا أهتم وأضع وأهتم بهذه المسائل. إذا دخلت ولم يكن بينك وبينه هذه المودة الزائدة والصحبة القديمة والمعرفة الصادقة فلا تطل الجلوس يرحمك الله. كثير من الإخوة يدخل حتى في الأعياد يعني إلى بيت أقربائه أو كذا، مو كل قريب يعني صراحة بدون إحراج من أحد، مو كل قريب يهتم بزيارته. قال المثلث رحمه، انا ما قلت لك ثلاثة رحمه، لكن منه كل واحد مستعد تقعد عنده ثلاث ساعات. مو كل انسان هكذا، طبيعته، تركيبه، البيته، اولاده، ضيوفه، ما عرف انا ظروفه، فما كل واحد مستعد ان اجلس عنده ساعه او ساعتين وثلاث. قال بيطرح علي، اذا كنت فعلا هكذا كما قلنا وانت تعرف لا حرج في الدين، اذا كنت انا متاكد واعرف ان هذا الرجل يسر بوجودي وبيننا وبينه مرافقة قديمة ويعرف كذا لا حرج. أما إنسان أزوره بالأحايين ولا أدري ظروفه ولا تفاصيله حتى لو كان قريبا كما قلت، فهذا لا ينبغي أن تطال عنده الزيارة، وإنما ينبغي أن تخفف ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. هذه أحبتي لطائف وبعض من آداب الاستئذان، أسأل الله تعالى أن يؤدبنا بآداب الدين حقا بآداب. والحمد لله رب العالمين.